تما هاد كورونا واش كتخرج في 8 د الليل؟ واش كاين شي دراسه كتثبت بان كورونا كتخرج بعد 8 د الليل؟ شي علم دار شي بحث في هذا الاتجاه؟ واش باغيين تنتقموا من الوطن؟ واش باغيين تنتقموا من المغرب؟ واش باغيين تضربوا الاقتصاد الوطن ديالكم؟ واش حنا انتخبناكم باش تسكفوا الدماء ديالنا؟ حظر التجول الليلي يعصف مجددا بأمسيات رمضان في المغرب. مرحبا بكم على أنوار بوست. في قرار كان متوقعا أعلنت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا حسب تفسيرهم، خاصة في ظل توسع رقعة السلالة البريطانية والتي باتت منتشرة في 7 جهات بالمغرب. وجاء في بلاغ للحكومة أنه تقرر منع التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية الحالية. وهيمن القرار الحكومي بفرض حظر تجول ليلي خلال شهر رمضان على أحاديث المغاربة، خاصة وأنه سيؤدي إلى تعليق صلاة التراويح في المساجد للعام الثاني على التوالي. وفي هذا السياق لا يخفي عبد السلام سبعيني متقاعد حزنه لأنه لم يتمكن هذه السنة أيضا من أداء صلاة التراويح في المسجد، معبرا عن اشتياقه الكبير لواحدة من أقوى اللحظات الروحانية خلال الشهر الفضيل. وكانت الحكومة المغربية علقت السنة الماضية الصلوات بالمساجد بما فيها صلاة التراويح في ظل الحجر الصحي الشامل الذي كان مفروضا حينها. من جهتها تحكي فاطمة ربة بيت أن فرض حظر التجول الليلي يعني حرمان العائلات المغربية من الخرجات الليلية وتبادل الزيارات. والخرجات الليلية من العادات التي تشتهر بها الأمسيات الرمضانية في المغرب، حيث تقصد الأسر الحدائق والمقاهي في جولات قد تمتد في بعض المدن مثل طنجة شمالا إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي هذا السياق رشيد علق وقال: وكأن الفيروس يخرج فقط ليلا وينتشر فقط في المساجد، ماذا عن الأسواق اليومية والعشوائية ووسائل النقل العمومية وإلى آخره، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إكرام فكان لها رأي آخر فقالت: المهم الصلاة، لا يهم المكان، والله يعلم ما في القلوب. بحالي بحال جميع المغاربة اللي تفاجئوا بهذا القرار ديال الحكومة الموقرة ديالنا، اللي تفاجئنا جميعا بالقرار ديال حظر التجول الليلي مع 8 د الليل. بالله عليك على الحكومة، أنا ما عادش نسمي شي واحد، يعني جميعا اللي وافقوا على هذا القرار كاملين تنقول لهم لعنة الله عليكم. شنو غيقول هذا المواطن الضعيف؟ واش باغيين تنتقموا من الوطن؟ واش باغيين تنتقموا من المغرب؟ واش باغيين تضربوا الاقتصاد الوطن ديالكم؟ واش حنا انتخبناكم باش تسكفوا الدماء ديالنا؟ شنو غيقول هذا المواطن في ظل الجائحة هذه؟ عام وأربع شهور ولا عام وثلاث شهور؟ عام تقريبا، عام ولا أنا ما بقيتش عام تقريبا، وبنادم بنادم تياكل من جنابه، عام وحنا تناكلوا من جنابنا، وتجي لنا لسيدنا رمضان اللي تنتظروه على أحر من الجمر أن هاد السنة تكون استثناء. هاد السنة هذه أننا تفتحوا المساجد، الناس تمشي تصلي التراويح، الناس تخرج تعبد الله سبحانه وتعالى، الناس تخرج ترزق الله بالليل. هذاك ما فكرتوش في ديك سيرفور القهوة شنو غيوكل ولادو الشهر كامل؟ ما فكرتوش فيه؟ ما فكرتوش ديك سيرفور المطاعم شنو غيوكل ولادو الشهر كامل؟ ما فكرتوش لدوك الناس اللي تخرج تخدم بالليل؟ ما فكرتوش لديك الحوانت اللي تيخرجوا بالليل ينساوهم؟ واش بنادم دماغه دفتر؟ واش بنادم دماغه دفتر يقيل نهار كامل صايم وفي الليل 8 د الليل تسدوا علينا الحوانت وتسدوا علينا في ديورنا؟ اللهم هذا منكر. واش تشوفوا كورونا تخرج غير بالليل؟ واش كورونا تخرج غير بالليل؟ عباد الله، فين هما السوبر مارشي؟ لي سوبر مارشي نهار كامل وما حالين، نهار كامل وبلاد التزاحم، بالك لكم غير الليل، كورونا تخرج غير بالليل؟ لعنة الله عليكم، عمرني ما خرجت هكا. كنتم تنتسناو قرار الحكومة أنها تخرج لنا بقرار اللي تشفق فيه على هذا الوطن وتشفق عليه فيه على المواطن، وتخرجوا في الليل 8 د الليل. أنت شهرك طالع، أنت جالس على البيرو ديالك وشهرك طالع، ما نفكرش في هذاك المسكين اللي تيموت، ما نفكرش في ديك الموسيقى اللي حد ساعة ما كاينش باش يوكل ولادو، ما فكرتو في حتى شي حاجة، فكرتو فقط أنكم سدوا في 8 د الليل. 8 د الليل شدوا، أش من قرار هذا خديتو؟ واش حنا رجعنا تستحمرونا؟ واش استحمار الشعب؟ واش وكسلناكم المراكز القرار باش تستحمرونا؟ شنو غياكلوا هاد الناس؟ لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. ولكن درتو فينا ما بغيتو، حنا اللي نستاهلو، حنا اللي وصلناكم. انت جالس تخلص في البيرو ديالك 3 مليون ونص ولا شحال طالع لك عايش فابور، واحد اخر مسكين ما لاقيش 50 درهم، 50 درهم ما لاقيهاش. شنو بغيتو؟ بديتوها بالضرب
فابور، عايشين فابور نتوما. ولكن المسكين واكل الدق، الدرويش واكل الدق، المسكين واكل الدق. بنادم تيسعى عباد الله، تيسعى تيسعى. اللعنة عليكم الى يوم الدين، اللعنة عليكم الى يوم الدين، اللعنة عليكم الى يوم الدين. هادشي اللي غادي نقول لكم. 8 الليل عباد الله، راه العشاء تاع التسعود، تاع التسعود، وتجي تسد علينا في 8 الليل. كدرتي لها كدرتي لها كدرتي لها كدرتي لها لعبوا العركه. كنت كنا شفناكم ماشيين في التدابير الاحترازيه، فعلا فعلا ماشيين في التدابير الاحترازيه، وفعلا كاين القانون يطبق على التدابير الاحترازيه. غنقولوا اياه كاين، ولكن عباد الله العراسات كاينين، الجواقات كاينين، الخدمه كاينه، السوبر مارشيات عامرين، القهاوي مزحمين، المحاكم مزحمين. كورونا بالليل، كورونا في رمضان بالليل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. دابا هاد كورونا واش كتخرج في 8 الليل؟ دابا غاجاوبوني انا، بغيت نعرف. راه القمه ديال شي حوايج ما كنلقى لهم الجواب. ما معنى بالنهار نخليك في القهوه؟ دابا القهوي فضل اللحظه اللي كنهضر معكم، حاليا ولا ما حالاش؟ الناس مقهويه، وعلاش غدا بالليل القهوه ما تبقاش؟ واش كاين شي دراسه كتبت بان كورونا كتخرج من بعد 8 الليل؟ شي علم دار شي بحث في هذا الاتجاه؟ كورونا كنتقل عن طريق البشر يحتك، ها هو البشر دابا كيحتك في هذه اللحظه. علاش ما دخلناش حبسنا الخطر دابا في هذه اللحظه؟ دابا دابا بالنهار اللي كتكون الحركه قويه بزاف، دابا هادشي حركه قويه يسمح بالاختلاط وبالاسواق، مورا 8 الليل لا، مورا 8 الليل كيقل الحركه. اذا العدوى غتقل الحده ديالها. اي فلسفه هادشي؟ انا بغيت نفهم، انا اريد ان افهم. ما نشكك سيدي، من بغيت نفهم، بغيت توضيح، بغيت الناس شايين العام اللي كيدبروا شرح البنادم باش ينسخرط معاك في اي قرار. عزيزي المشاهد، شاركنا انت برايك. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.